شال الغيظ، شال الغيظ ابو فاضل جبل ما ينوصف حاله، وقف يم الخيم عباس يم العلقم خياله، من مديده يغرف ماي من مديده يغرف ماي، كل العلقم شاله وظل يغرف خيل ابو فاضل عليه تهوس الكل تهوس، وظل يغرف خيل وخياله ظل يغرف خيل. للعباس وخياله وخياله إذن دعونا أن نستقبل المهوال والشاعر والخال الحبيب رعد المخيتاوي، فحيوه وأكرموه بكرم ميسان بأعلى أعلى أعلى الصلوات. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما قالوا سوف نحرق الخيام ونسلب العيال ونجندل الفرسان، هنا 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 باز العباس وبشاف وبرز، بشاف وبرز، بشاف وبرز، بشاف وبرز، زين الزلم يختل، بشاف وبرز، زين الزلم يختل، وحتى خيولهم هودت ما تصحل، بشاف وبرز، زين الزلم يختل، وحتى خيولهم هودت ما تصحل، صمت صايره، صمت صايره، صمت صايره، وجرد النفس بسكوت بخيت الشاف لتلو تحت هيجل، صمت صايره، وجرد النفس بسكوت بخيت بخيت الشاف لتلو تحت هيجل، بخيت بخيت الحصر مشرد مسيف العباس، بخيت الحصر مشرد. مسيف العباس بخيت الحصر مشرد. حيهم 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 اريد هوس هاي الهوسة، واريد الحين نداء يدخلون ويا اهل الماجدية ويهوسون. انا خادم. عندما سألت ام البنين ماذا فعل ابو الفضل في ساحات المعركة، هنا اجابوها: الكتائب والمعسكر واتبع ليهم، طبهم الخدر جلب برجليهم، الكتائب والمعسكر واتبع ليهم، طبهم طبهم الخدر جلب برجليهم، بس بيهم بيهم بس بيهم بخت لحق عليه حسين جا قلول كم ينجاب طاريهم، بس بيهم بخت لحق عليه حسين جا قلول كم قلول كم ينجاب طاريهم، قام جا خلاها جا خلاها بدماها تغط، جا خلاها بدماها تغط، جا خلاها
بدماها تخدشا خلوها. شكرا للحبيب.